لبنان الإبداع بجميع المجالات، وهلأ كمان رح نحكي عن الرياضة وفوز كمان مهم بمجال التنس مع هبة بواحد اثنين ثلاثة. صباح الخير. صباح النور. كنا عم نحكي قبل شوي عن الفن وقديش كان صار في إبداع بإنجلترا، وهلأ خبرينا أكثر عن التنس مع ضيوفك. يعني مثل ما قلتي مشي الانترودكشن تبعك هيك على القد، كانت عن جد ابداع وشي كثير مهم عمله منتخب لبنان بكاس ديفيس للتنس. بدي اقول صباح الخير لكل المشاهدين اكيد، ولضيوفي ألان صايغ امين عام الاتحاد اللبناني للتنس، وجيوفاني سماحه لاعب منتخب لبنان واكيد بطل كمان بلعبه التنس. كيفنا؟ الحمد لله. شو بعد هالربح؟ تمام اكيد. يعني زون 1 صرنا، كنت عم تقلي تحت الهواء انه 18 سنه مش واصلين لهالانجاز يلي حققناه من 2002 بفتكر، نحن هلا 2018 اخر 2018 لاول مره ثلاثين مره بنحقق هذا الانجاز. خبرني شوي ألان كيف قد ايه مهم الشيء يعني اللي صار. وصلنا للهدف اللي عملناه صراحه. ما كنا عاملين بروباغندا كثير كبيره لهذا الانجاز. صحيح. اللي رح نوصل له، لانه مشينا ستيب باي ستيب. ب 14 شهر قدر هالمنتخب الشاب، نرجع نتذكر منتخب لبنان للتنس هلا معدل اعماره هو 21 سنه. بحيي اول شيء هالخمس لاعبين يلي كانوا، يلي هن بنجامين حسن، هادي حبيب، جوفاني سماحه، ميشيل سعاده، وجد بلوط، هالابطال مع الكابتن ناصر الاشقر ومساعده فادي يوسف، كمان الي حجار الفتنس كوتش يلي حضر الفريق بشكل رائع لهالكونديشنز الصعبه اللي كانت بتايلاند. قدرنا نوصل ب 14 شهر تموز 2017، ربحنا زون 3 طلعنا الاول. صح. بسريلانكا تاهلنا على زون 2. بلبنان شباط 2018 بنادي التعاضد ربحنا على تشاينيز تايبي 3-1. نيسان 2018 كمان ربحنا بلبنان بجامعه الانديو على هونغ كونغ، وهلا تحقق الانجاز الكبير بصعودنا لزون 1. بس سمعتك عم تقول بالصعوبه، شو كان في بتايلاند هالقد الكونديشنز كثير صعبه؟ يعني للعب التنس من حيث شو الرطوبه كانت 90% عم بنلعب فيها اسبوع بكامله، نحن وصلنا قبل بخمس ايام من المباريات، تمرين المجهود اللي انعمل، حراره كانت بين 38 وال 40 كل الوقت. الدنيا بتشتي بعد 10 دقائق بترجع بتطلع الحراره 40. كثير الشباب تحضروا مزبوط، التحضير من قبل المدربين، من قبل كل الموجودين او كل الستاف من لبنان او حتى بتايلند، كان كل شيء جاهز، كان كل شيء مأمن للعيبة حتى يكونوا فعلا على قد هالإيفنت. جيوفاني يعني خبرنا شوي عن الجيمز يلي صارت هونيك، المباريات يلي لعبتوها. قدمنا 1-0 بعدين كمان تقدمنا 2 بعدين صرنا 2-2 تعادلنا مع، يعني خبرني اكثر تفاصيل المباريات يلي لعبتوها هونيك. هو نحن رايحين لهونيك وعارفين قوتنا والمنتوش اللي في خطر نخسره. نعم. بالسينجلز كان عندهم لعيب رقم 1 تبع تايلاند بيلعب كثير منيح، لكن هدفنا نقدر نربحه بلقيله مره ندمن نقطه. نمبر 2 تبعولهم شوي اضعف، ويعني نحن اقوى منه. فاذا نربحه مرتين فينا نربح النمبر 1 مره ندمن الربح. سو اول جيم كانت سينجل. مين كان عم يلعب من عندنا؟ هادي حبيب لعب مع النمبر 1 التايلندي وربحه بصعوبه بثلاث سات. هذا كان بعتقد النتيجه اللي خلتنا نربح، لانه لانه بنجامين خسر معه بالماتش الرابع لنفس اللاعب. خلينا نمشي ستيب باي ستيب. فاذا اول جيم ربحناها، ثاني جيم كان بنجامين لعب مع نمبر 2 تبعولهم. نعم. كمان قدرنا نربح فخلصنا النهار 2-0. يعني اول نهار مباريات خلصنا نحن 2-0 متقدمين على تايلند. صحيح؟ ثاني نهار لا، انا جوفاني وجاد بلوط لعبنا الدبلز فريق التايلندي اللي هن مصنفين من اول 100 عالميا. واو. صار لهم فتره طويله، هن عندهم كثير خبره، يعني صار عمرهم 37 سنه كل واحد. هون خسرتوا. خسرنا. سو صرنا 2-1. اوكي. رابع جيم ورجع بنجامين لاعب مع نمبر 1 التايلندي وخسر كمان ب 3 سيتس. هون نحن صرنا رجعنا تعادلنا بعد ما كنا متقدمين 2-0، رجعنا 2-2. سو الجيم الخامس لاعب هادي مع نمبر 2 تبعولهم، هن نفس العمر تقريبا 20 سنه، وهادي قدر يربح بمجموعتين لصفر. يعني هذا كان الجيم الحاسم.
ويلي خلينا نحن نطلع على الزون 1. طيب هلا في عالم عم تسمعنا زون 1 زون، شو يعني زون 1؟ زون 1 هي مجموعه النخبه بالعالم مقسمه بالقارات. نحن بنلعب اسيا اوسيانيا، في يوروب مع افريقيا بيلعبوا مع بعض، وفي امريكا. بكل وحده من هالثلاث قارات يلي هن حسب التقسيم في عنا زون 1 زون 2 زون 3 وزون 4. صرنا بالزون 1. من بعد الزون 1 بيتاهل منا كل سنه في ثلاث منتخبات بيلعبوا مباراه فاصله براج على يطلعوا على الورد جروب يلي هن بالصيغه الجديده للديفيس كاب. صارت نوع من كاس عالم بتصير باخر كل سيزن ببلد من العالم، بتجمع 18 دوله من العالم كله سوا. اوكي، وصرنا بالمجموعة الأولى بآسيا أوسيانيا، وهو هذا الإنجاز بحد ذاته يعني مفخرة كبيرة لألنا لمنتخبنا وللبنان. لكل لبنان أكيد هذا إنجاز كتير كبير عملتوه. طيب من بعد زون 1 هلأ شو عنا؟ هلأ عم ترتاحوا شوي؟ عم تريحون شوي للعيبة أو شو؟ كيف هلأ ما حدا بده يسمعنا عم بيبدأ التليفون بيسكر بوزه. لا الشباب هلا عم بيلعبوا دورات، عندنا دورات محترفين بالاتشار. هلا حنحكي عنها اكيد هيدي الدوره. هلا عم ترتاح شوي جوفاني؟ هو لعيب التنس تقريبا عنده بس اوف سيزون بشهر 12 واول شهر جانيوري يعني. لانه هي سيزون ماشي كل السنه وفيها دورات اسبوعيا. فنحن هلا عنا دورتين بالاتشار نحكيكي عنه الا، وبعدين مش عم سافرين على غير دورات يعني. احنا كل سنه مجهزين نلعب. نعم. واكيد عندنا كاهداف الديفيس كاب هو اهم اهداف لنا بالسيزن. اكيد فنحن متحضر له بهدف نقدر نوصل على البيك تبع تبع لعبتنا ودوراتنا بهذا الوقت. نعم. هلا كمان كنا عم نحكي في كنت عم تقول لي يا بفيفريي او بافريل في كمان حينلعب عنا بلبنان مباريات ضد اي فرق؟ رح نكون نحن هلا اللي باقيين بالزون 1 هن لبنان، باكستان، كوريا والصين. اوكي. كوريا والصين هن البلدين المصنفين. نحن مش مصنفين، نحن باكستان، فاكيد بالفيرست راوند رح نكون او مع كوريا او مع الصين. كوريا والصين عم نحكي ببلاد جدا متطوره يعني وجدا متقدمه. نحن كمان صرنا اكيد نحن بس انه عم نحكي حتى ك ما بعرف امكانيات يمكن ماديه بركي ما بعرف. انت فيك تقول لنا اكثر يعني ستراكشر موجوده بهالبلدين. في ستراكشر للاتحادات، في ستراكشر من الدوله بيتحضروا على مدار السنه. الفرق المنتخبات في ميزانيات مرصوده من الدوله خاصة للرياضه عامه وللاتحادات الرياضيه. وخاصه وقت يشوفوا في اتحاد معين او لعبه معينه عم تعمل نتائج عم تجيب ميداليات. طب احنا وقت بنعمل نتائج ما بتطلع الرصيد يلي مخصص لل يا ريت. الو اسمعونا عن جد يعني. طيب شو ناقصهم الشباب يعني؟ في محل نقص معين حتى ما يقدروا يمكن يطلعوا اكثر؟ ناقصهم دعم يعني. ناقصهم دعم. كل شيء عم بيصير هلا جوفاني في يحكي اكثر اكيد. اللي عم بيصير هو بمبادره فرديه منهم. الاتحاد قد ما بيقدر بيوقف حد هاللعيبه. في شوية سبونسرز بشكل كتير شكل كتير خجول بلبنان يعني، ويا للأسف لاعبين محترفين وقادرين فعلا يوصلوا individually هن كلاعيبة وكأشخاص. اليوم بنجامين تصنيفه 350 بالعالم وقادر يتحسن، هادي تصنيفه 650، نفس الشيء جوفاني تصنيفه عنده تصنيف عالمي يعني، قادرين كتير يتحسنوا كتير يتقدموا ويعطوا لبلدهم كمان بالديفيس كاب حتى نتأهل على ألعاب أولمبية، ليش لا؟ أكيد. ولكن بعدنا ناطرين هال فعلا هالميزانيات تصير. في شيء بدك تقوله؟ يعني اليوم وقت وصلنا على صالون شرف ودعا ألان كل الناس يجوا يستقبلونا، تقريبا ما حدا من الوزارة إجا استقبلنا أو هنينا أو قالنا برافو يعني. عم نحاول قد ما فينا نحن والاتحاد كثير عم يشتغل تجرب إنه يساعدنا ويعملنا بروموشن ونجرب قد ما فينا يوصل صوتنا للوزارة. بس إيه للأسف صراحة إنه هذا إنجاز يعني. كيف منتخب لبنان للباسكتبول عمل إنجاز هون كمان يعني. منتخب لبنان للتنس كان ب تايبي بتايلند وحقق انجاز كثير مهم، وبالفعل يعني ما شفنا هالضجه اللي لازم ياخذها مع انه يعني لا دعم مادي ولا دعم معنوي. الحمد لله. لا هيدي هون صرخه لازم تكون عن جد من عالم الصباح ومن تلفزيون مستقبل.
بالنهاية أبطال لبنان عم يرفعوا اسم لبنان بالعالي، وبعد عندهم هلا استحقاقات بعد أكثر كمان فيهم يتقدموا أكثر. يعني كنا عم نحكي ما نلعب ضد الصين وضد هونغ كونغ، قلت لي بشباط كوريا بشباط مفروض امتى؟ يا بشباط يا بنيس بلبنان. صح، يعني هيدي دعوة لكل يعني من هلا نحن كمان لازم نكون أكيد معكم، نحن كإعلام كمان عم نسعى لأنه قد ما فينا نوصل صوتكم، يكون في عالم عم تحضر هالمباريات هيدي وعم تشجع منتخب لبنان. واكيد نحن معكم تلفزيون مستقبل نحن شريطنا مشروحه بتلفزيون مستقبل من سنتين صراحه، بعد ولا ايفنت ولا نشاط للاتحاد للدورات لكل شيء الا ما كانوا جاهزين مع لايف كفرج لكل الفاينلز الدورات. صحيح، هذا شيء على كل حال هذا واجبنا اكيد. على دورات هلا عندنا ب 30 الشهر نحن رح نكون لايف معكم للاتسال، شو في عندنا؟ عندنا دورتين للمحترفين برايز ماني تبعولهم 25000 دولار كل وحده، يلي هن اعلى قيمه لدوره فيوتشر. اوكي، بتجمع لاعبين محترفين من كل العالم، عندنا مصنفين حوالي 4 مصنفين ب 300 بالعالم. اللاعبين اللبنانيه في عندنا مشاركين من 21 دوله عم بيلعبوا بهالدورات، لاعبين لبنانيه كلهم عم بيلعبوا تقريبا الا بنجامين لانه كان مرتبط من اول السنه بدورات بنفس الوقت، هادي وجوفاني وكيفن شحود روي ثابت عم بيلعبوا بالمين درو، الشباب الباقيين ربحوا اول دور تصفيات امبارح واليوم عندهم ثاني دور تصفيات، ان شاء الله كمان الكل بيتاهلوا على المين درو وعلى التابلو فينال يلي هن ميشيل وكارلوس وتميم والكل ما بعرف اذا نسينا حدا. جيوفاني كيف كانت الاجواء بتايلاند انت والشباب؟ كيف كانت هيك معنوياتكم؟ عم تشجعوا بعض؟ كنتوا خايفانين بمطرح؟ كيف كانت اجواء المنتخب؟ هيك نحن كجروب انا وجاد بلوت وهادي حبيب صرنا تقريبا 4 سنين عم نسافر مع بعض على المنتخب، وهالاربع سنين حققنا كثير انجازات، فنحن واثقين بانه فينا نحقق هالانجاز، وصرنا كذا سنه عم نحكي كيف نوصل على الزون 1 من وقت ما كنا بالزون 3، فنحن واصلين لهونيك ونحن كثير اصحاب، فهذا الشيء بيساعد انه وقت نكون حاسين بضغط اما بمحل انه بتساعدوا بعضكم معنويا تقدر نشد حالنا لفوق. برافو. فنحن كنا واثقين من حالنا ونحن اقوى فريق، واذا قدرنا نلعب بالليفل اللي عندنا اياه انه كيف رح نربح. نعم، ونفس الشيء رح يصير بالزون 1 ان شاء الله. اكيد. على فكره انا هون بس بدي نوه بس بالديسيبلين كانت موجودة بالفريق، فعلا عايشوا 8 أيام الشباب، أنا كنت مدير الفريق بهالبعثة بهالسفرة، يعني عادة سفرات ومنتخبات ومشاركات برا وهالقد تكون كونديشن صعبة، بيكون صعب ضبط الفريق بالوعي وبالنوم بطريقة الأكل وبطريقة التمرين وأي ساعة، كان الفريق فعلا 5 لاعبين ومدربين بشكل مثل الساعة ماشيين، عارفين لوين واصلين، عارفين أهمية هالحدث، عارفين انه هالديسيبلين والكيمستري اللي بيناتهم هي اللي حتخلينا نربح، وفعلا هذا اللي صار، وصلنا مرتاحين ولا اي مشكله صارت ب8 ايام بين 10 اشخاص عايشين مع بعضهم على بكره العشيه، حاطين برسم هدف شريك. واحد لانه خلص ما في مجال، هو ماسك السكادجول هلا وقت الترويقه بالقليله كانت الترويقه طيبه لا كل شيء الحمد لله ما بعرف، الشباب كانوا كثير مرتاحين وهيدي هي يعني الجو الفريق اللي كان انا برايي كان له اكثر من 60-70% من الربح، اكيد على الملعب أكيد. الشباب عطوا الماكسيموم وكل شيء، ولكن واصلين بمعنويات عاليه، معنويات عاليه واصلين بدهم يربحوا بدهم يوصلوا لزون 1. نعم، على كل حال يعني غدا الواحد بينبسط عن جد وبيفتخر بهيك انجاز، بدي لكم الف مبروك، واكيد نحن معكم للاخر كمان لنشوف بعد انجازات اكثر. جيوفاني سماحه وألا، انا بس بدي وجه تحيه كثير كبيره لرئيس الاتحاد اوليفر فايصل اكيد يلي فعلا وعد، وكمان مش على الاعلام وعد انه نحن بسنه رح نوصل على زون 1، وجه له تحيه على كل تضحياته اللي عم بيعملها بالاتحاد، لكل اللجنه الاداريه يلي عم تشتغل فعلا ايد وحده كلنا مع بعضنا، لكل التنس كوميونيتي بطلب من الكل يكونوا موجودين معنا، كل الجمهور اللاعبين المدربين الاهالي يكونوا موجودين هالاسبوعين بالاتسال عم بحمسوا هاللعيبه اللبنانيه، لعيبه بيضوا وش لبنان وعندهم شانس هلا كمان يربحوا بدورات انديفيدجوال لالهم، لانه هي كلها بتعطيهم معنويات كمان. صح، وبتعطيهم هالتحضيرات بالضبط، يعني ما فيكم توقفوا.
تمرين كلها تمرين اضافي بالنسبه لهم. هيك الحال انا عن جد شهادتي مجروحه يعني بفيكم انتم كاتحاد او كاعضاء اتحاد وحتى كلاعيبه، بعرف قد ايه ديسيبلين موجود عندكم، قد ايه هيك انتم مع بعض لتوصلوا للهدف اللي بدكم اياه. فاذا انا بشوفكم الاحد حنكون لايف اكيد على شاشه تلفزيون المستقبل مثل العاده، ونحن دائما معكم سوا وداعمينكم اكيد بكل شيء بيعملوا الاتحاد وبتعملوه انتم كانجازات كلاعيبه اكيد. وألا انت دائما معي بتكون اصلا بنعلق سوا على الجيمات. غاده يعني هيدي حلقتنا لليوم، يعني انجاز كثير كبير حققه منتخب لبنان للتنس، بدنا اكثر ناس تهتم بهذا الموضوع، على القليل يرفعوا التليفون يقولوا لهم مبروك على الانجاز اللي حققوه، ما قادرين ينزلوا على المطار يستقبلون، ما قادرين ماديا معنويا بفتكر بتلعب دور. مش فاضيين للاسف. عم نضحك بس يعني في شيء مأساوي عم بيصير بمحل من المحلات، بنقول هي معلش وهي معلش وهي معلش، بس كتروا وصاروا ما بقى حلوين. يعطيكم الف عافيه، خليكم بهالهمه، اهلا وسهلا فيكم، بريك خليكم معنا.